النهارده المجلس القومي للطفوله والامومه اعلن عن احباط محاوله لزواج طفله عمرها 15 سنه، وهي كانت من احدى قرى محافظه الفيوم، وده كان يعني اثناء قيام مأذون كان بيحرر عقد عرفي طبعا زي ما حضراتكم عارفين مخالفه للقانون. المجلس قال ان خط نجده الطفل 16,000 تلقى بلاغ من أحد المواطنين طلب سرعة التدخل لإنقاذ الطفلة بعد ما والدها كان بيسعى لعقد قرانها، وطبعا قبل بلوغها السن القانوني. تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة في محافظة الجيزة لأن أسرة الفتاة مقيمة في الهرم، وتم أخذ التعهد على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل ما الفتاة تبلغ السن القانوني. ولكن خلال متابعة حالة الطفلة علشان يتم التأكد أنها ليست معرضة لأي أنواع من أنواع الخطر، اتضح أن والد الطفلة توجه لمسقط رأسه في الفيوم وحاول مرة تانية أن هو يستكمل الزواج على يد مأذون. وفعلا تجمع أهلها والمأذون فعليا جه علشان يعقد القران، ولكن قبل ما يتم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل في مكتب النائب العام بدأت النيابة في التحقيق، وكان طبعا والد الطفلة والمأذون الشرعي هربوا خوفا من يعني التعرض للقانون. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الواقعة دي وتفاصيل هذه الواقعة من الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عشان نشوف وصلوا لإيه حتى الآن. دكتورة نيفين، مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، وأهلا بحضرتك. يا ريت حضرتك تدينا تفاصيل أكتر عن يعني وقعة محاولة عقد قران طفلة يعني ما وصلتش حتى ال 15 سنة في الفيوم. هو زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي بالظبط، يوم 29 يوليو جالنا بلاغ على خط النجدة، وأنا هنا أحب يعني بقول ان اليه خط النجده دي حاجه مهمه جدا، محتاجين كل الناس يعرفوا علشان يبلغوا، دي اليه للبلاغ عشان نحمي ولادنا من اي استغلال ليهم، من اي عنف بيحصل عليهم. وصلت لنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنتواصل مع لجنه الحمايه العامه بمحافظه الجيزه زي ما حضرتك قلتي عشان نتاكد ان البلاغ ده حقيقي، وتاكدنا منه واتاخد قرار او اقرار من ولي الامر. وبس نفس الوقت يوم الجمعه او يوم الخميس سافر الى بلده في الفيوم وكمل الاجراءات. طبعا هو مش عقد زواج رسمي، هو عقد زواج عرفي عشان طبعا ما فيش زواج فيه قبل سن 18 سنه. وامبارح عمل الاحتفاليه، والحقيقه شكر طبعا للنيابه العامه وللداخليه انه مامور بنفسه راح في الاحتفاليه. فالاب والمأذون زي ما حضرتك قلتي هربوا، وفضل الطفله وعمها، وتم تسليم رسمي عن طريق النيابه الطفله لعمها اللي تعهد تاني على انه يحافظ على سلامتها والى عدم تعرضها للخطر. طب ايه العقوبات يا دكتور نيفين القانونيه اللي هتقع على الوالد وعلى المأذون الشرعي اللي كانوا بيحاولوا ان هم يتموا وقائع هذا الزواج؟ المأذون احنا في جواب هيروح بكره لوزاره العدل علشان ياخدوا الاجراءات القانونيه من الغاء ترخيص المأذون. العمليه بقى بتاعه قانون، احنا بنحب نشتغل على محورين. هتكلم الاول عن المحور القانوني. في قانون دلوقتي في مجلس النواب بيجرم زواج الاطفال عن طريق انه ما فيش حضرتك عارفه هما اللي بيتجوزوا عرفي قبل السن يفضلوا لما الطفله توصل لسن 18 سنه ويحصل تصديق يحولوا العقد العرفي لعقد رسمي. فاحنا طالبين في القانون ده انه ما يحصلش اي عقد عرفي اتعقد على بنت او ولد قبل سن 18 سنه لا يصدق عليه. وده هيحرمه طبعا ان هو يبقى عنده اوراق ثبوتيه وشهاده ميلاد والمدرسه والتطعيمات و الى اخره. الحاجه الثانيه ان طالبين بعقوبه على ولي الامر وعلى العريس. غرامه من 50,000 جنيه 200,000 جنيه وحبس مده لا تقل عن سنه. ونفس الحكايه طبعا بنحاول نغلظ العقوبه على المأذون او اللي ممكن يعمل اي حكومي يعقد القران العرفي. طب احنا عايزين برضو نعمل نوع من انواع التوعيه برضو للساده المشاهدين واللي يعني اللي ممكن يكونوا بيتابعونا، لان يعني من هذه الواقعه هو الاب اللي كان بيحاول يتجوز بنته اللي هي عمرها
ما تمتش حتى 15 سنة واخدتوا تعهد على العم ان هو يحافظ على امن وسلامة هذه الفتاة. ايه ابرز مخاطر زواج الاطفال؟ نتابع طبعا الاول بالنسبة للبنت دي، الحالة دي بالتحديد احنا نتابع مع العم، واحنا عرفنا طبعا ان الام والاب منفصلين، والاب اتجوز عنده زيجة اخرى وعنده 11 طفل اخوات اشقاء ذكور للبنت. انا اكثر 7 اطفال اشقاء ذكور للبنت. احنا قلت لحضرتك احنا لازم نشتغل على محورين، المحور الثاني اتكلمنا عليه اللي هو القانون وتقييد العقوبات و و و يبقى موجود ونبتدي نعلن عنه. المحور الاولاني التدخلات، زياده الوعي. الاب ما هواش عشان ما هواش استغلال للبنت علشان هو مش ميسور الحال، لا، الاب تاجر ميسور الحال، العريس عنده 22 سنه بيشتغل في الفلاحه في الفيوم، ما هواش مثلا ان هو بيبيعها او او او، لا، هو في تقاليد واعتقادات وزواج سطره و عايزين نقول ان الجواز ده في السن ده البنت ما بتبقاش بيولوجيا ولا نفسيا قادره على الجواز، بيحصل تدهور صحه الام والطفل الثاني، يزيد نسبه وفيات الاطفال، بيهدر حق الطفله في النمو، في صعوبة إثبات النسب، في اختلاط الأنساب، بيحرم الأطفال من حقوقهم اللي الدولة بتديها لهم. الكلام اللي أنا بقوله ده اللي إحنا عايزين نعمل عليه رفع وعي ونقوله، ودي الحملة اللي المجلس بيقوم بيها مع كافة الشركاء المعنيين وأهمهم لجنة الحماية، لأن لجنة الحماية العامة بتبقى برئاسة المحافظ وبيبقى ممثل فيها كل الوزارات المعنية، التربية والتعليم والتضامن والصحة والداخلية، علشان نبتدي ندربهم، والرأي ذات الريفيات والرأيات المجتمعيات دورهم ان هم يوصلوا الكلام بتاعنا. في مبادره ثانيه بننفذها دلوقتي اللي هي تمكين، المبادره المصريه لتمكين الطفل اللي بننفذ بيها مبادره دوي اللي بتنفذ تحت رعايه السيده انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهوريه. احنا بنبتدي نتكلم مع الولد والبنت، مهم ان البنت تعرف حقها، مهم برضه ان الولد يديها فرصه ان هي تاخد حقها. فدي مبادره احنا عملنا تجربه في 4 محافظات، ان شاء الله مكملين في مرسى مطروح. دي كلها مبادرات مهمه جدا، ونتمنى طبعا انها تنتشر، مش بس في يعني ما تكونش بس في 4 محافظات، ولكن تكون في كل محافظات الجمهوريه، لان الحقيقه في جهود رسميه كبيره جدا بيتم اتخاذها للحد من هذه الظاهره، ولكن الى اي مدى نجحت هذه الجهود في رفع الوعي والحد من ظاهره زواج الاطفال؟ البلاغ اللي قدام حضرتك دلوقتي ده بيقول ان المجتمع، البلاغ طبعا احنا في حفاظ على سريه المعلومات، ما بنفتحش على مين المبلغ، بس كون ان جالنا بلاغ من المجتمع نفسه المحيط بالطفله دي، يعني بقى في وعي ان الطفله دي ليها حق في ان هي تتمتع بطفولتها، عرفوا يعني ايه ان زواجها ده حاجه غلط، فبلغوا. عشان كده احنا بنحاول نعرف يعني ايه 16,000، ونعرف يعني ايه لجان الحمايه، ونبتدي عن طريقهم نوعي المجتمع بكافه اجهزه الدوله والمجتمع المدني، لان الجامعات الاهليه الحقيقه هي ممثله في لجنه الحمايه وهي شريك اساسي في الوصول للمجتمع وافراد المجتمع. طبعا يعني الخط الساخن هو 16,000، من خلال هذا الخط ممكن اي حد يتواصل معاهم ويبلغ، وهي يعني مش مضطر ان هو يقول هو مين ولا ساكن فين ولا بيعمل ايه ولا علاقته بالفتاه اللي ممكن يكون اهلها بيحاولوا يجوزوها وهي اقل من السن القانوني. الرقم 16,000، لازم يكون عندنا دور كبير، ويعني علشان نقدر ان احنا ننشر هذا الوعي في المجتمع. دكتوره نيفين، هل في رقم واتساب برضو معانا رقم واتساب 011-02-12-1600، يعني عندنا رقمين، خط نجدة الطفل 16,000 موجود معانا على الشاشة، ورقم الواتساب برضو 011-02-12-1600. لازم يكون عندنا دور إيجابي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.